موضوع اللهجات ده موضوع لطيف جدا. كل انسان هتلاقي عنده لهجه معينه كده وبتختلف مع اختلاف الموقف اللي هو فيه. في ناس عندها احترافيه شديده انها تغير لهجتها بسرعه غير عاديه. تلاقي واحده في ميتنج مثلا في اجتماع مجلس اداره في الشغل وتقف تعرف نفسها. اي يا جماعه انا اسراء، انا جوين ذا كومباني ان 2014، اي اشتغلت اول حاجه كوتش ديزاين ثينكينج في 2015، بعد كده خدت او بروموشن ليك سينيور، ان شاء الله هنبتدي بروجكت ده مع بعض. اتمنى اكون مدياك وكلكم جود امبريشن عني او عني بمعنى اصح يعني. تلاقيها عسولة في نفسها قوي، اللي هو النوع اللي اول ما تسمع الصوت ده تكرش عليه على طول. ملاك بيتكلم. دي بقى تلاقيها في البيت حاجة تانية خالص. يا ولا انا مش قلت لك روح غسل سنانك حاجة نعمل يا ولا. اختلاف شاسع عامه. او مثلا لو في اونلاين ميتنج وهتعمل ميوت. طيب يا جماعه البروجكت ده احنا محتاجين نخلصه على نهايه السنه الجايه، يعني as fast as possible. ممكن ثانيه واحده بعد اذنكم اغسلي كوبايتك مطرح ما شربتي فيها يا جزمه. سوري يا جماعه نكمل تاني موضوعنا، فاحنا محتاجين البروجكت ده as fast as possible. طبعا اكيد الشغل بيحتاج نوع من انواع البروفيشناليزم وانت بتشتغل، يعني ما ينفعش تتعامل في حياتك اليوميه زي ما بتتعامل في شغلك، بس برضه بيبقى في ناس اوفر شويه لما بييجوا يغيروا يمكن انا بقى بحسها ما اعرفش يعني حقيقي حاجه تحير شويه، لكن في ناس عندها الموضوع اوفر شويه. في رجاله برضه في موضوع الاونلاين ميتنج ده تحس ان هم عايشوا حياتهم كلهم في كاليفورنيا ولسه راجعين اول امبارح، تكون بتتكلم كده وموضوع خطير ومحتاجين ان احنا نناقش ده حالا وهو عمال يسمعك يقول لك اوكي ايه يا ما تسترجل يالا في ايه؟ انا مش فاهم ايه موضوع اوكي، ما تقول اوكي عادي يعني مش فاهم اللي هو عادي ماشي يا سيدي الله ايه مش عارف ايه الحاجه. لا مش مبسوط يعني في فين التلقائيه؟ لازم الواحد يبقى تلقائي برضو يعني. بس بعيدا عن الشغل وكده في بنات بقى اللي هو ايه تلاقيها دايما بتتكلم كده ايه يا بنتي ايه بقى مش هنخرج ولا ايه؟ شفتي اخر عروض الشوبينج اللي نزلت على اي باي؟ حاجه هبل، الصيف السنه دي هيبقى جامد قوي. انا بقى عايز اعرف النوع ده من البنات كان بيرضع ايه وهو صغير؟ ما دي استحاله تكون خدت لبن زينا كده. ايه يا جماعه في المشكله ان هي ما بقتش واحده بس، ده هم تكاثروا والبنات بقى بتشوف الموضوع ده شياكه، اللي هو تيجي تتكلم معاها ايوه يا بنتي ايه عامله ايه يا موزه؟ في ايه؟ تلاقي واحدة قاعدة في ميكروباص وجنب السواق والسواق بيقول الأكرة يا بشوات ومش عارف ايه، وهي قاعدة جنبه كده حاطة دراعها على الشباك ومطلعها بره، وفجأة ترد عليه تقول له ايه ما انت خلاص يا اخويا هو انا هطير ما انا هديك الأكرة بتاعتك اللي انت عايزها يا عم. وأول ما الموبايل بتاعها يرن قال له ازيك عامل ايه؟ يا رب دايما يا رب اوكي طيب هنتقابل النهاردة؟ اللهجه مش بس تتغير ده تحس ان في واحده ثانيه نزلت نطت في بقها. في برضه لهجات معينه كده بتسمعها في اماكن محدده، يعني مثلا لما تكون ماشي في كارفور ماشي مثلا في قسم الخضروات كده وفجاه تسمع الصوت يجيب لك صرع من جواك. على الاستاذ محمد محمود برجاء التوجه للاستعلامات الاهميه. واللهجه دي مش هتلاقيها في مول واحد، هتلاقيها في كل المولات، مش عارف مين اللي اخترعها بس هي دايما لازم تبقى بالتون ده. على الاستاذ محمود حمدي برجاء التوجه للاستعلام كده هي لازم تكون. مديرك في الشغل نفسه هتلاقي ليه لهجه معينه بيتعامل بيها معاك ولهجه ثانيه بيتعامل بيها مع بقيه الشعب، يعني مثلا وانت بتكلمه دايما لازم يقطعك في اخر ثلاث كلمات او كلمتين، ودايما عمره ما يكون باصص لك، دايما يكون باصص للكمبيوتر او باصص في الساعه او بيلعب في مناخيره اي حاجه، يعني تخش عليه من فضلك انا بس كنت محتاج 15 يوم اجازه، هم 7 ايام ومش قبل شهر. عندنا ضغط في الشغل ومحتاجين كل واحد. نفس المدير لما يجي يتكلم مع غاده ولا ساره وهي بتقول له مثلا انا عايزه 10 ايام اجازه، اللي تأمري بيه؟ خدي 15. اقول لك على حاجه، خدي شهر اجازه. شيء مقزز جدا. مثلا لهجه الكاستمر سيرفيس وانت بتكلم خدمه العملاء في اي شركه من الشركات الكبيره، دايما في لهجه معينه وواحده ودايما بيصير اعجابي قد ايه هم محافظين على ثباتهم الانفعالي. لحظات معايا الخط يا فندم، جاري تحميل البيانات. بعتذر عن التاخير، جاري تحميل بيانات حضرتك يا فندم. وانت بتكون قاعد هتفرقع بس نفس اللهجه هي
احيانا ممكن تكون بتحس ان انت لما تتكلم تاني بعد اسبوع نفس الشخص هو اللي بيرد عليك. انا واحد بحب التلقائيه قوي، يعني بحب لما الواحد يتعامل يكون في تلقائيه في التعامل كده. الحاجه اللي بحس ان هو احيانا تلقائي قوي او ما بيتصنعش اي حاجه ودايما بيطلع في التلفزيون بنفس الشخصيه بتاعته كده، تحس ان هو بيتكلم من البلكونه مع حد في الشارع تحت، الاستاذ عمرو اديب. لهجته ما فيهاش تصنع، بيتكلم بتلقائيه كده، الكلام زي ما يطلع يطلع. دلوقتي يا جماعه انا مش عارف الشارع المصري ايه اللي جرالي. يا جماعه المواصلات شغاله 24 ساعه، البلد بتمر بظروف زي الزفت. ايه يا جماعه؟ كل حاجه في العالم ليها ثمن، ليها غطى. انا بحب طريقته بصراحه، واحد غيره ممكن يطلع يقول لك وتمر البلاد بظروف عصيبه. واحد من المذيعين برضو زمان اللي كانت لهجته دايما في قمه الريلاكسيشن، لو انت متوتر تسمع بس البرنامج بتاعه كده تبص لنفسك. اكيد اغلبيتكم عارفينه، كلنا سمعناه زمان، هو الاستاذ اسامه منير. بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش مشاكلكم مع الحب، وناخد اول اتصالاتنا التليفونيه ونقول الو. يا ريهام لازم ما تضغطيش على نفسك قوي، انت بشر، لازم تكوني تملي بتشجعي نفسك. هنسمع دلوقتي تملي معاك عمرو دياب. يبقى شيء طريف قوي ازاي اللهجه بتتغير بسرعه على حسب الموقف اللي انت فيه. مثلا لو انت قاعد بالليل وبتتفرج على الفيلم المفضل بتاعك وفجاه يجي لك تليفون انت اساسا كنت مستنيه بس جالك في الوقت الغلط. مين تليفون؟ Who the fuck has the goddamn call to call his house on a Tuesday night? God damn it! Oh, please tell me something I don't know. I wait all week for the fucking equalizer and I have to fucking hello. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل سبسكرايب، لو انت على يوتيوب وتعمل لايك للفيديو، لو انت على فيسبوك يا ريت تعمل شير وبرضه تعمل لايك للفيديو. واشوفكم في الحلقه الجايه من برنامج تفاصيل. شكرا.